وأكيد بفقرتنا الأخيرة رح نحكي أيضا عن موضوع كتير كتير مهم، هو الصحة العقلية اللي أكيد مرتبط بشكل أو بآخر بالصحة النفسية أو الصحة الجسدية. وكتير من المشكلات اليوم عم يتعرض لها كتير من الأشخاص اللي عم تأثر عليهم بحياتهم اليومية، سواء بالعمل أو بالمنزل أو حتى بالمحيط الاجتماعي العايشين فيه. اليوم ممكن نشهد اضطرابات بتختلف من شخص إلى آخر، طريقة العلاج كمان ممكن تبدأ يمكن بحسب الحالة وحسب الأعراض، من حالة صغيرة وصولا إلى التطور. مساوئ إهمال مرض الفصام اللي رح نحكي عنه اليوم وكيف آلية التعامل معه، أكيد هو موضوع فقرتنا هلأ. طبعا فرح، ما رح نحكي اليوم على موضوع مرض الفصام اللي هو من المشاكل الرئيسية الصحية الرئيسية اللي بتصيب مختلف أنحاء العالم، وما في دولة بالعالم مغنية عن هذا المرض. يمكن هذا الشيء المنيح أنه ما في حدا معفي منه بكل الدول العربية، فهو هذا المرض أكثر شيء بيصيب الشباب يلي بيبدأوا بترتيب حياتهم من الأول وبيبدأوا باستقلاليتهم وخطوات حياتهم الأولى. ممكن أنه يصير عندهم بعض الاضطرابات النفسية أو العقلية، وكل هذا بيندرج تحت مسمى الفصام. رح نتعرف كتير على أسبابه كتيرة وطرق العلاج وكمان تفاصيل كتير. معنا اليوم الدكتور الرائع والمميز الدكتور أحمد تاجي، وهو اختصاصي في الطب النفسي. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بالإخبارية الحلوة. يسعد صباحك والمشاهدين أكيد. اليوم اخترنا موضوع الفصام لأنه يمكن صرنا نسمع كتير بالفترة الأخيرة بأشخاص مصابين بالفصام. البعض بيلاقي فيه خطورة كتير كبيرة والبعض الآخر لا. خلينا نعرف حقيقة هذا الموضوع من حضرتك، شو هو بالبداية مرض الفصام؟ الفصام حقيقة بيندرج ضمن مجموعة من الأمراض نحن نسميها الأمراض الذهانية اللي بيفرقها عن بقية الأمراض حقيقة. يعني مريض الاكتئاب هو مستبصر لمرضه، بيعرف انه هو مريض عم يتخذ خطواته هو بكامل عقله. مرضى الذهان بيبدأوا ما بيستطيعوا التفريق بين الواقع والخيال، عايشين بعالمهم الخاص بسبب وجود بعض الشغلات بهالاضطراب هذا، مثل كلمتين مهمين تتردد كتير حابب اشرحهم اللي هي الاهلاسات والاوهام. حقيقة الاهلاسات المقصود فيها الناس بتاخذها بغير معنى الهلوسة وكذا، لا، الاهلاسات هي اضطراب بادراكنا. نحن ادراكنا من شو بيجي؟ ادراكنا بيجي من حواسنا الخمسة. يعني انا ببعت لعندك الصوت هلا وما عم بيجيك كلمات، يعني هو الدماغ اللي عم يترجمه بالنهاية، وعم بيجي هواء عم بيفوت على الاذن عم بيترجم. حقيقة هدول الاشخاص بيصير عندهم اضطراب بهالادراك هذا، بيصيروا بيسمعوا صوت حقيقي داخل راسهم عم بيحكي لهم كتير شغلات، عم يأمرهم أحيانا، أو بيحدث عندهم أوهام. الأوهام متعلق بالأفكار بفكرة، هيدي الفكرة احنا بنسميها اعتقاد. تعرفوا الاعتقاد هو أكثر شيء ثابت بموضوع الأفكار، واعتقاد ثابت عند المريض ما بيقبل شك أبدا. مثلا أنه عنده فكرة، مثلا أنه جماعة بيراقبوه، بيدبروا له مؤامرة، بيتصل بالشرطة، بيجوا بيفتحوا الشقة بيلاقوا ما فيها حدا، فاضي، صار لها زمان، لا أكيد هربوا قبل شوي وزبطوا الأمور. يعني هو متأكد 100% من أفكاره، يعني مقترنة بتهيؤات. يعني ايه بالعامية ممكن نسميهم هدول اثنين تهيؤات. يعني احنا بنشوف هالاشخاص هدول احيانا بالشارع عم بيحكوا مع حالهم ماشيين بالشارع، دائما بيوصون انه هن الاشخاص المشردين او الاشخاص لا، هو هذا المرض بيصيب كل طبقات المجتمع، نسبته 1% تقريبا، وبياخذ كثير من الضمان الصحي لانه هو مرض بكثير من الاحيان طويل الامد وبيحتاج لعلاج طويل. يعني مثلا ببعض الدول بياخذ 2.5% من كل الضمان الصحي، فهو مرض كثير مهم. تصوري هو اكثر انتشارا من الزهايمر اللي احنا قديش نتعذب لحتى نعالج المرضى هدول، فهو اكثر انتشارا. هذا المرض بيصير فيه اضطراب بسلوك الشخص، اضطراب بكلامه، بيبدا كلامه يختلف، بيبدا يصير عنده معتقدات غريبه، بيظهر بعض الاعراض بنسميها اعراض سلبيه اللي فقر بالكلام، تبلد بالوجدان، يعني بتحسي من وقت بيفوت انه ما في اي تعابير بوشه. هو من الأمراض الصعبة حقيقة، فاللي بحاجة لعلاج أحيانا لفترات طويلة. يعني ممكن أنه يتعالج هذا المرض؟ هلا كان زمان هذا المرض مثل ما مشفى ابن سينا بسوريا كانوا يحطوهن هيك بأماكن فيها أنهار وأشجار، لأنه هن كانوا يعتقدوا أنه بده فترات طويلة لأنه ما كان متوفر كتير علاجات. كان في علاجات تسميها حاصرات دوبامين. نحن مشكلتنا مع ناقل عصبي بالدماغ اسمه الدوبامين، هو المسؤول عن القصص هذه. فكان المرضى يوقفوا الأدوية كتير لأنه كان أثاره جانبية كتير. هلأ اخترعوا أدوية جديدة اسمها حاصرات دوبامين والسيروتونين، سيروتونين تبع الاكتئاب أكيد سمعانين فيه، فصارت أثارهم جانبية أقل بكتير. وصف يعني المريض إذا أخذ الأدوية بشكل منتظم حقيقة بيقدر يرجع لحياته، حتى المشافي بالعالم خفت.
يعني ما بقى كثير قعدوا فيها المرضى مثل زمان، بيقعد لأسبوع أسبوعين بيرجع بيعتدل وبيطلع. الفكرة دكتور هون إنه نحن مآمنين بالأدوية، مآمنين بالطب، ومآمنين بهذا التطور، لكن المريض نفسه كيف ممكن يقتنع بفكرة إنه أنا بحاجة لعلاج؟ إنه أغلب الأحيان يمكن ما بعرف إذا بتوافقني الرأي، المحيطين هن اللي بيلاحظوا هذا الشيء وبيكون في حالة رفض عند المريض. 100%. لذلك من أهم العلاجات الحقيقة برا الدوائية، من أهم العلاجات يعني نحن مثلا بالاكتئاب بنعمل علاج سلوكي معرفي، بنعمل علاجات متعلقة بسلوك الشخص معرفته، لكن مع مرضى الفصام أهم العلاجات هنين اثنين. أول واحدة هو التثقيف، التثقيف للأهل عن المرض، الشرح بشكل كبير، لأنه أصلا هدول المرضى بسبب الثقافة عندنا ما بيجوا لعنا مباشرة، لأنه هو يعني صعب انه يجي لعند طبيب وهو عم يقول له انا عم بسمع صوت، هو حيروح اول شيء لوين؟ حيروح على المشايخ اذا كان متدين، او على السحره اذا ماله متدين. يمكن هون طريقه التعامل مع المرض هي الاساس. تمام. فنحن اذا شرحنا له للاهل بشكل مبسط وبشكل حلو انه شو عم بيصير معه، ونعطيهم الامل انه هو قابل للشفاء، قابل انه يرجع خلينا نقول للحياه. في كثير مرضى عندي رجعوا لجامعتهم، رجعوا لحياتهم، زوجوا وعندهم اولاد بس ملتزمين بالدواء. من الأشياء المهمة بالعلاج هذا مثلا هو العلاج بالعمل، أنه إذا كان هذا الشخص مثلا ما عنده عائلة ما عنده عمل، نرجع ندخله بالحياة، يعني نحاول أنه نعلمه مهنة، نساعده شوي، بس بالنهاية لازم الالتزام بالدواء. حقيقة 30% من هدول المرضى بيضلوا مستقرين على طول إذا أخذوا الدواء، 30% بيصير عندهم نكس ممكن كل سنة مرة، 30% بتحسي نكس متكرر، يعني في كتير. دكتور هون يعتبر مرض وليس اضطراب؟ لا هو مرض، وحتى مرض. كلمة اضطراب عقلي ما بقى كتير استعملت، يعني نحن لسه على هلأ بالمحاكم سوريا بسبب عدم وجود قانون للصحة النفسية واضح لسه بيستعملوا مجنون وقبله، وهدول كلهم كلمات هي بطلت، ما فيها الكلمات هي عنا أبدا، نحن اسمه مريض مثل أي مريض تاني. تماما. يعني طيب احنا دكتور شو الأسباب؟ ممكن يكون في أسباب فعلية أو تكون أسباب كبيرة أو محددة لحتى تؤدي لهذا المرض، ولا ممكن يكون مع بيخلق مع الشخص؟ هلا أكيد الأسباب متعددة، يعني في أسباب كتير بتحكي عن شذوذ بالبنية الدماغية بالتصوير بيطلع معنا هيك شيء، في أشخاص بيحكوا عن الطفولة وعن علاقتها، بس حقيقة الشيء الوحيد المثبت 100% بالنسبة لنا الموضوع هذا هو مادة الدوبامين. على فكرة الدوبامين هو نفسه اللي إذا انخفض بصير باركنسون، يعني نحن هون فصام هون باركنسون، الحقيقة هو هذا الناقل العصبي الأساسي المسؤول عن هالمرض هذا. بس نحن الفكرة اللي بدنا نوجهها للناس بصريحة بما أنه صباح الخير، ما يخافوا من هالمرض، ما بعرف ليش المرض النفسي بيعتبروه مرض صعب أنه مزمن. طيب ما المريض سكري مزمن، يأخذ أدوية أحياناً، أبر إنسولين طول عمره، ما هيك؟ تماما. مراجعة الطبيب النفسي عنا هي مشروع بحد ذاته بده إقناع وبده سلسلة بس حقيقة بلشت تختلف كثير، بس هي ضرورة وحاجة مثل أي مرض. إذا بدنا نجي لخطورة هذا المرض على صاحب العلاقة أو على المريض في حال ما أمن أو ما اقتنع بضرورة العلاج تماما، وعلى الوسط المحيط كمان. دكتور كيف بتلاقي هي الخطورة، ولا أي مدى ممكن تتطور إذا ما تعرض لعلاج دائم؟ حقيقة بشكل عام الأهل ما بيجيبوا المريض لعنا، وخاصة بهالأمراض هي بالذات، يعني بلشوا الاكتئاب وقلق وسواس بلشوا يجوا كتير، بس بهالأمراض هي دي ما بيقتنعوا مثل ما قلت لك، فبيوصل لمرحلة الشخص مثلا ممكن يعتزل، بتلاقيه طبعا هني ما بيعودوا بيعتنوا في عدم اعتناء ذاتي، ما بيعود بيتحمم، بتلاقيه دقنه هيك شكله غريب، يعني بس يوصل لهالمرحلة هي دي بيبطل يحكي معهم، ممكن يصير في عدوانية، رغم انه هدول المرضى حقيقة هن أشخاص ما لهم سيئين أبدا، بعضهم بيحدث عندهم اللي عنده الأوهام أو الإهلاسات اللي بتأمره بأشياء سيئة، غير هيك إن أشخاص طيبين وبسيطين بيهددوا بس إنهم مالهم خطيرين. يعني حقيقة إنه بيجوا لعنا كتير متأخر، بس بالنهاية العلاج موجود، يعني لازم يعرفوا إنه العلاج موجود، أفضل ما إنه يتدمر حياته. زمان كانوا هدول الأشخاص على فكرة بكتير من الثقافة مجتمع عنا يربطون بحبلة ويحطون لفترات طويلة بالبيت، يعتبرون عار عليهم، بس حقيقة لا. أنا بدي أخبر المشاهدين بأوروبا تقريبا المشافي النفسية بدأت تغلق، يعني صفى في مشافي بس للأمراض المزمنة كتير اللي هي نسبتها كتير خفيفة، والمريض إذا نكس بيفوت فترة قصيرة وبيطلع. أهم شيء نتثقف عن الموضوع، بالنهاية حياة عائلتنا، وبالنهاية هذا الشخص إذا ما عالجناه حيأثر على بقية أفراد العائلة. طبعا هني بيقولوا الوراثة ما لها علاقة بالموضوع، هي في شيء اسمه زيادة نسبة الإصابة،
يعني نحن مثلا اذا عندنا اخ فصامي ممكن نزيد نسبه اصابه الاخ الثاني ب 10%، اذا اب فصام ممكن تزيد 10%، اذا توأم ممكن التوأم 50% ينصاب بفصام، بس ما له اجباري ابدا. هلا صرنا دكتور بمرحله او جيل الشباب هلا بتحسه عنده وعي زايد لهذا الموضوع، يعني بتلاقي شباب وعالم بعمر الشباب ان كان صبايا او شباب بيقولوا لك انا عندي انفصام. تمام، هلا كلمة انفصام اللي هن بيحكوها جدا ممكن يكون عن جد هن حاسين ممكن ببعض الاعراض. في شباب اليوم عم تتطرق لدكتور او لعلاج نفسي عم تلجأ لعندك؟ كثير صاروا يجوا، يعني نحن بالحرب كل شيء بينزل كل دول العالم الا المواضيع النفسيه بتعلى لانه بتكرر. يعني مثلا الاضطرابات، اضطراب الشده ما بعد الرد ما كنا نشوفه، كل تراكمات بعد الازمه صرنا نشوفه. بس الفكرة الأساسية هي أنه الفصام أو الزهانات هيدي ما بتظهر بس بمرض الفصام، بتظهر لازم ننفي بعض الشغلات اللي لازم ننفيها، هي الأمراض العضوية مثلا أورام دماغ، هنتينغون، أمراض كتيرة، ولازم ننفي مخدرات. يعني بهالفترة هيدي كتير مهم أنه ننفي المخدرات، فهاللي ما بده يوصل لهالمرحلة هيدي ينتبه. حتى الحشيش صار ممكن يسبب أعراض زهانية واضحة وخطيرة. الكلمة فصام اللي السؤال اللي سألتيني إياه الحقيقة بكل الشباب هن كضحك من الأفلام المصرية، هن بيقصدوا فيها شخصيتين، أنا عندي شخصيتين الصبح عندي شخصية. هي ما تعتبر فصام؟ لا هي ما لها فصام، فصام هو انشطار العقل اللاتيني إجت من كلمة انشطار العقل الشيزوفرينيا، فهي شيء مختلف نهائي، هي اضطراب بإدراك الشخص بأفكاره، ما لها شخصيتين أبدا. لأنه كثير من الأفلام المصرية والأفلام الأجنبية بيحكوا على شخصيتين، بيعيش شخصيتين، في هيك شيء، بس هذا مختلف نهائي عن الفصام. تمام. دكتور بنصائح أخيرة، شو بتنصحنا في حال وجود الأشخاص المعرضين للفصام بالوسط المحيط؟ كيف نقدر نتعامل معهم؟ وبعض الأحيان خطورة أذيتهم النفسية لوين ممكن توصل؟ أهم شيء نتعامل معهم بإنسانية، هدول ناس بشر مثلنا مثلهم، ممكن صار معهم هالمرض ما هو ذنبهم أبدا، نحن لازم نوقف جنبهم نساعدهم. أهم شيء نتوجه للطبيب النفسي وما نخاف من الفكرة السائدة للأسف، يعني حتى بعض الصيدليات أحيانا اللي ما كنت من صيادلة حقيقيين رأسا بيروحوا بيقولون شو أخذكم عن طبيب نفسي بيعطيكم أدوية بتساوي إدمان. حقيقة الإدمان ما له موجود بهالأدوية اللي بنعطيها نحن، كلها هي أدوية علاجية بتعالج هالأشخاص هاد ليرجعوا للحياة وأكيد يضل عندهم أمل. عندي كتير من المرضى، كتير مو شوي، من مرضى الفصام اللي رجعوا لحياتهم، حبوا وتزوجوا ودرسوا واشتغلوا وعايشين حياتهم طبيعي. فحتى إذا ما رضي يجي الشخص ممكن نتوجه للطبيب لحتى يشرح لنا شو نعمل لحتى نقدر نجيبه على العيادة. المشافي متوفرة بكل مكان الحمد لله، يعني وزارة الصحة وزارة التعليم العالي مأمنة مشافي نفسية بكل المحافظات تقريبا، فيتوجهوا إذا الوضع المادي هناك مجاني، كله الأدوية مجانية، منظمات كثيرة عم تشتغل، هلال الأحمر وغيره كلهم عم يشتغلوا، الأمانة السورية للتنمية لدعم هالأشخاص هذول بشكل مجاني. دكتور يمكن ما جاوبت، بدي أعرف نسبة الشباب يلي هلأ عم يلجأوا لدكتور نفسي عندهم وعي؟ في نسبة شباب عم تجي لعندك؟ حقيقة عندهم وعي؟ كتار، يعني أنا يعني مثلا خلينا نقول قبل 10 سنين أبدا ما كانت نفس الفكرة، كان يجيبون الأهل بالغصب، هلأ عم نلاقي إنه هن عم بيجوا لحالهم أحيانا، حتى عم بيجوا. يعني هلأ الغلط اللي عم بيصير بس الفرق بين المعالج النفسي، لأن ما في تراخيص لمعالجين نفسيين يفتحوا عيادات، بيفتحوا تحت ظل الأطباء، بس يعني هن ما بيقدروا يفرقوا إن أنا بحاجة لمعالج أو طبيب، إن بس ليجوا لعنا نحن كقائد فريق خلينا نقول بنوجههم إنه لا أنت شغلك ما بده دواء، أنت عندك مثلا مشاكل بسيطة توجه المعالج، حيعمل لك علاجات سلوكية، حيرتب لك أفكارك، حيرتب لك سلوكياتك بحيث أنه تخف القصص. هذا الكلام كتير له سبب ودور رئيسي لحتى يشجع بقية الشباب يلي بيخافوا أو عندهم تردد لحتى أنه ما حدا يخاف بشكل بيخوف. أنا والله مو مثل أفلام ما له شعري منك لهيك رجعت عدت السؤال عليك، وبدنا نشكر حضورك معنا لليوم دكتور نور الصباح. شكرا كتير لك دكتور.